تصدر اسم الفاشينيستا الكويتية بيبي بوشهري منصات التواصل الاجتماعي بعد تسريب فيديو يجمعها برجل في وضع أثار غضب الكويتيين. تحول اسم بوشهري إلى ترند من جديد بعد تداول خبر إلقاء القبض عليها وسجنها بقرار من النيابة العامة، وذلك بسبب انتشار فيديو إباحي يجمعها برجل آخر في وضع مخل بالأداب العامة كما رآه المتابعون. جاء خبر الاعتقال بعد فترة وجيزة على ضجة واسعة أحدثتها الفنانة الكويتية، إذ نشرت حينها مقطع فيديو آخر رصدت تعرضها للتحرش اللفظي خلال وجودها في سيارتها من قبل رجل خارجها. ورب الكعبة، ورب الكعبة، ما يبلدش وكالة. كانت بوشهري تشارك متابعيها لقطات من أحدى نزهاتها، لكنها تفاجأت بشاب يصرخ من جانبها بعبارات اقتحمت مساحتها الخاصة وأزعجتها، ما دفع بالكثيرين للتعبير عن مدى الاستياء من التحرش اللفظي في الشارع. إلا أن البعض الآخر اعتقد حينها أنها اتفقت مع الشاب بهدف صناعة الفيديو ونشره، وكذلك هذه المرة اتهمها الكثيرون بتسريب الفيديو الجديد بهدف تحولها إلى ترند وحصولها على المزيد من الشهرة. وفي سياق تبرير هذا الاتهام، يرى متابعوها أنها تظهر بشكل مستمر عبر حسابها الخاص مؤدية حركات جسدية فاضحة بملابس جريئة كي تلفت الأنظار، وبالتالي فإن تسريبها للفيديو هو أمر وارد. بيبي بوشهري تشعل مواقع التواصل بين حين وآخر بسبب محتواها الغريب عن عادات وتقاليد جمهورها الكويتي، غالباً ما تتم مهاجمتها كمشوهة لصورة البلد وفتياته. ورغم أن النيابة العامة لم يصدر عنها أي بيان رسمي يؤكد الأخبار المتداولة بشأن إلقاء القبض عليها وعلى صديقها أو يؤكد قرار حبسها المتداول أيضاً، إلا أن مواقع وحسابات فنية كثيرة أكدت ذلك، إضافة إلى انتشار الخبر بين المواقع الفنية كان لافتاً تحذير وكيلتها القانونية المحامية أسماء العتيبي من كتابة تعليقات المسيئة لبوشهري تحسباً من المساءلة القانونية، كما بدا واضحاً أن حساب بوشهري الخاص في حيازة المحامية.